خداك يا ابو علام هذاك اليوم مش خداك. كاين حديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النظافة من الإيمان وساق من الشيطان. لكن احنا لما نخرجوا للشوارع نلقاوها كلها أمرا وسخ وحتى قدام أبواب العمق أبواب العمق كلها ولين بعضه كذي ما لاحظنا حتى شيء تقولش عمين. لكن كثيرا تقدس من مرة كثير من الناس يتكلموا عن النظافة الحي بتاعي لما يكونوا يتناقصوا بعضهم بعض يقولوا بأن الإنسان المسلم هو أنظف إنسان في العالم. هذه هي من الوعي المشكلة والحرب هذه الأوساخ دراسة بعيدة. Thank you.
الشام اسوار جهنم.